أزيل الستار اليوم على الدورة 16 لبطولة العالم داخل القاعة لألعاب القوى التي أقيمت هذا الأسبوع ببولونيا بعد تصدر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية سبورة الميداليات بمجموع 12 ميدالية منها 8 ذهبيات. المغرب احتل الرتبة 26 ببرونزية عبد العاطي إيجيدر. ملخص هذه الدورة مع قائمة بلعوش. إنها الميدالية الثالثة في رصيد عبد العاطي إيجيدر بعد ذهبية دورة الدوحة والفضية في دورة إسطنبول. وفي بولونيا كان في مواجهة مجموعة من العدائين الأقوياء والذين برزوا السنة الماضية في بطولة العالم لألعاب القوى في دورة موسكو في الهواء الطلق. ونخص بالذكر هناك أيلاه سليمان من جيبوتي وأيضا أمان ووت من إثيوبيا. ومنذ بداية السباق وظل عبد العاطي إيجيدر يراقب تحركات ثنائي المقدمة حيث عرف تناوبا بين العداء الإثيوبي والجيبوتي. وبالنسبة لبقية العدائين نسجل حضور متميز للعداء إيلام تروي من تركيا وجاكوب هوليزا من جمهورية التشيك، وهذا الأخير هو من أصل كيني. ومع مرور الدورات تبين عزيمة عبد العاطي إيجيدر صاحب البرونزية في أولمبياد لندن 2012 واستقر في المرتبة الثالثة، وإن كانت هناك منافسة قوية من طرف الثنائي التركي نخصه بالذكر إلهام تانوي وجاكوب هوليسا. وكان التشويق حاضرا في هذه المسابقة. كانت هناك مبادرة لسليمان من جيبوتي الذي أخذ المبادرة ومطاردة شرسة من طرف أمان ووت وعبد العاطي إيجيدر الذي بذل مجهود كبير لبعد 200 متر من خط النهاية للبقاء وأيضا الحفاظ على المركز الثالث ولما لا أيضا انتقال إلى المرتبة الثانية. ونعلم السرعة النهائية الكبيرة عند عبد العاطي إيجيدر الذي كانت له سنة بيضاء السنة الماضية، لكن بداية موفقة لسنة 2014 لعبد العاطي إيجيدر الذي منح المغرب ميدالية برونزية في سباق 1500 متر بتوقيت 3 دقائق 38 ثانية 21 جزء من المئة. سليمان من جيبوتي في المرتبة الأولى، أمان ووت في المرتبة الثانية، عبد العاطي إيجيدر في المرتبة الثالثة. بالنسبة للسيدات رباب العرافي لم تستعد بميداليتها البرونزية في سباق 1500 متر بعد أن تبين خروجها عن مدار السباق لتقصى وسهام الهلالي. العداء المغربية احتلت المرتبة الرابعة، أريغاوي فازت بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر.